أرانيا ميتا سوتا، خطبة بوذا عن اللطف والمحبة. هذا ما يجب أن يفعله من هو ماهر في الخير والذي يعرف طريق السلام، ليكن قادرا ومستقيما، صريحا ولطيفا في الكلام، متواضعا وغير متكبر، راضيا وسهل الإرضاء، غير مثقل بالواجبات ومقتصدا في أسلوبه، مسالما وهادئا وحكيما وماهرا، غير متفاخر أو متطلب بطبيعته. لا ينبغي أن يفعل أدنى شيء الذي سيلومه الحكماء لاحقا. يتمنى في الفرح والأمان ليكن جميع الكائنات في راحة. مهما كانت الكائنات الحية الموجودة، سواء كانوا ضعفاء أو أقوياء دون استثناء، العظيم أو القوي، المتوسط القصير أو الصغير، المرئي وغير المرئي، أولئك الذين يعيشون قريبا وبعيدا، المولودون والذين سيولدون، ليكن جميع الكائنات في راحة. لا ينبغي أن يخدع أحدهم الآخر أو يحتقر أي كائن في أي حالة. لا ينبغي أن يتمنى أحدهم الأذى للآخر من خلال الغضب أو النية السيئة. حتى كما تحمي الأم بحياتها طفلها، طفلها الوحيد، كذلك بقلب بلا حدود ينبغي للمرء أن يعتز بجميع الكائنات الحية. نشر اللطف على العالم بأسره تمتد إلى السماء وإلى الأعماق، إلى الخارج وبدون حدود، متحررا من الكراهية والنية السيئة. سواء كان واقفا أو ماشيا، جالسا أو مضطجعا، خاليا من النعاس، ينبغي للمرء أن يحافظ على هذا التذكر. هذا ما يقال أنه المقام السامي، بعدم التمسك بآراء ثابتة، الطاهر القلب الذي لديه وضوح الرؤية، متحررا من جميع الرغبات الحسية، لن يولد مرة أخرى في هذا العالم.